السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير الشكر عيب اللبس عليك. الله يطول عمرك للا. قلتك أنا تنسمع لهذا البرنامج ولكن كنت أتصل بكم ودابا ساعدني الحظ وسد لي الخط. مرحبا مرحبا للا. كدير ياك انت بخير الشي قريبا. الحمد لله تعالى. البرنامج ديالك زوين تنستافدو منو. بارك الله فيك لاله خديجه. وبغيتك الشي قريبا عافاك الدعم معايا. انا بغيت نتزوج وبغيت الله يرزقني شي زوج صالح يا ربي. ولكن تيجوني تيهضروا فيا على الزواج داكشي ولكن ما تيكتبش اللي جا تيمشي. لا اله الا الله. تيجوني بزاف تيهضروا لي على تيهضروا فيا على الزواج وداكشي ما تيكتبش. اش كيوقع لهم لاله خديجه؟ تيجيو تيقول لك بغاو داكشي وما باقيش تيعاودوا يرجعوا. وباش انت كتفسريها شنو هو السبب في النظر ديالك؟ بحال تقول بحال شي قريبان عندي عكوشات في الزواج تيجيو هكا الناس تيهضروا فيا هكا الخطاب وما باقيش تي. لا اله الا الله. الله يفرج عليك اختي خديجه يا ربي. الله يسعد قلبك. أمين. الله يسعد قلبك لاله خديجه. كنشكرك الشكر الجزيل. هو لاله خديجه ربما هناك الازمه. الشباب باغين يتزوجوا باغين يتستروا على سنه الله ورسوله لان الزواج شيء طبيعي وفطري بحال الطعام بحال الشراب. الانسان كيوصل لواحد السن معين كيكون هو التكوين ديالو الخلقي والخلقي يدفعه الى ان يتزوج. سنة الله في الوجود خلق من كل شيء أزواجا. لكن شباب ربما في الظرفية الراهنة مع أزمة الكورونا وغلاء المعيشة وضعف فرص الشغل وقلة الموارد هذه كلها تجعل الشباب يتخوف من الزواج. والآخر يسمع ربما نسبة الطلاق مرتفعة والمدونة مدونة الأسرة عوض أن تشجع على الزواج وربما وضعت مجموعة من القواعد والقوانين تخوف الشباب من ولوج هذه المؤسسة وكأنه إذا دخل إليها صار وراء القضبان. وهذه كلها عوامل قد تؤثر أن الشباب يبتعد عن الزواج. قد يكون السبب أيضا هو أن بعض الفتيات عندهن ربما الموانع. طبعا هناك موانع لهذا الزواج. قد يكون الموانع سببها العين والعين حق. قد يكون السحر والسحر حق. قد يكون أشياء أخرى من الشعوذة. كل هذه أسباب ذكرها ربنا عز وجل في كتابه العزيز. لكن ما ينبغي أن نعتقد به لالة خديجة هو أن الزواج قضاء وقدر مبرم. الزواج بحال الموت. كما أن الموت لكل أجل كتاب كذلك الزواج لكل أجل كتاب. إذا جاء الأجل فالإنسان يتزوج. وربنا سبحانه وتعالى قسم لكل ذكر أنثى ولكل أنثى ذكرها. ذلك مقسم منذ الأزل وقد كتب في اللوح المحفوظ بقلم القدرة ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فينبغي أن نعتقد أيها الأحباب الكرام سواء العازبين والعازبات أو المتزوجين والمتزوجات نجدد هذا الاعتقاد في عقولنا وقلوبنا. الزواج ليس اختيار. هو يبدو في الظاهر اختيار أن الإنسان يبحث هنا ويبحث هناك والفتيات ينتظرن من سوف يكون هذا السعيد الحظ الذي سوف يطرق بابهن. كل هذه حيثيات. وإلا فإن الزواج قسمة ونصيب مكتوب في السماء. اللي مزوج دابا الان غير يجدد الاعتقاد ويعتبر بان امراته راهي قدره. واللي مزوجه تعتقد بان زوجها قدرها. حتى اذا قلنا لهم عاودوا الاختيار من جديد غيدور عبر العالم وغادي يوقع في نفس الاختيار. علاش؟
لانه قدر مكتوب. والشباب اللي هما باقين ما مزوجينش اما ذكور واناث لا ينبغي عليهم ان يشعروا بالخوف او يشعروا بالذعر او يشعروا بالاسى، غير اطمئن، لان القضيه اللي مكتوبه سوف تصلك، ستصلك اما قريبا او بعيدا حسب الاجل المحدد عند الله. انت كدير الاسباب، اي نعم تطرق الابواب وكتهيئ، ولكن داشي كله غير حيثيات، والا فالقدر اذا جاء لا ينفع معه حذر، انه قدر مبرم. الا ان الانسان ممكن ان اذا تاخر عليه هذا القدر ان يستعجله، ممكن ان نستعجل القدر بماذا؟ بالدعاء. اذا اردناه ان يكون قريبا غير بعيد نكثر من الدعاء، وربنا سبحانه وتعالى يعطيك القدر الذي فيه الخير الكبير. للا خديجة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد قلبك وأن يختار لك الزوج المناسب لك في الدين وفي الخلق، وأن يكون مباركا، وأن تعيشي معه حياة طيبة هادئة بلا مشاكل ولا صعوبات، ويرزقك الله منه ذرية طيبة، وأن يزيل عنك العكوسات والموانع ببركة الصلاة على مولانا رسول الله. نصيحتي إليك للا خديجة، ونحن في هذه الأيام المباركة من ذكرى مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، أكثري من الصلاة والتسليم على مقام هذا النبي، وسوف ترين العجائب. إن الله تعالى إذا أعطاك أذهشك. أسأل الله تعالى أن يسعد قلبك وقلوب جميع المؤمنين والمؤمنات. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.